هذا السائل يقول: رجل طاف 7 أشواط ثم بدأ بالسعي من المروة، فما حكم العمرة؟ إذا بدأ بالسعي من المروة ما يكفي هذا، الشوط اللي مضى من المروة إلى الصفا هذا لغو، لا يعتبر من الأشواط، لابد من 7 أشواط، كل واحد منها يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. أما الشوط الذي بدأ من المروة، بدأ من المروة إلى الصفا، هذا لغو لا يعتبره من العدد، البداية من الصفا، تردد يبدأ من الصفا ويتردد بينه وبين المروة 7 مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو السعي الصحيح. أما البداية من المروة هذا غير صحيح، الشوط الأول غير صحيح.